السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. لماذا أثار اتفاق التعاون المشترك بين حكومة الوفاق وتركيا كل هذه الردود المحلية والدولية؟ ولماذا صرحت الحكومة المصرية برفضها وكأن ليبيا محافظة تابعة لها؟ وهل تصريحات وزير ما يسمى بحكومة الثني ردة فعل على هذا الاتفاق، أم أن الاتفاق كشف العلاقة السرية بين الكيان الصهيوني وحفتر؟ الاتفاق مع تركيا وأصداؤه السياسية والعسكرية هو موضوع تغطيتني لهذه الليلة، لكن بعد هذا التقرير. لا حول ولا قوة. يستمر مجرم الحرب حفتر دون مبالاة بخسائره الفادحة في الأرواح والعتاد، يستمر في مغامرته البائسة للسيطرة على العاصمة طرابلس. فبعد أن فقد الأمل في محور عين زارة وأخذت ميليشياته في التقهقر، رمى الجنرال المهزوم بكل ثقله في محور الخلاطات، مستفيدا من امتلاكه سلاح الطيران المسير الذي تحركه مجموعة من الخبراء الروس التابعين لشركة فاغنر المعروفة بأعمالها القذرة على مستوى العالم وخاصة في سوريا. هجوم ميليشيات حفتر على الخلاطات تسبب في سقوط عديد من القذائف العشوائية على مشروع الهضبة، مما تسبب في حركة نزوح كبيرة بين أهالي مشروع الهضبة بعد سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح بسبب هذه القذائف العمياء. المدنيون في طرابلس تحولوا إلى أهداف مشروعة لدى هذه الميليشيات السادية التي لا تحتكم إلى أي قوانين ولا أعراف في الحرب غير القتل والنهب. فبالأمس استهدفت طائرات حفتر حيا سكنيا في منطقة السواني، أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان، بينما استشهد 14 شخصا في منطقة أم الأرانب منهم 10 أطفال في قصف آخر لطائرات مجرم الحرب حفتر أمس الأول. هذه الجرائم البشعة لم تشهد كالعادة أي تنديد من بعثة غسان سلامة التي لا يخفى انحيازها التام للميليشيات المهاجمة لطرابلس، لكن ما أثار اهتمام بعض المحللين السياسيين هو تبلد المشاعر لدى عديد من الليبيين عن إدانة هذه الجرائم التي يقتل فيها أطفال أبرياء من أجل هوس عجوز خرف بالسلطة. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، معي في هذه التغطية الخاصة الدكتور إلياس الباروني، أستاذ القانون الدولي معي في الاستوديو، وأيضا من مصراته الأستاذ سليمان بن صالح محلل العسكري والأمني، وعبر الهاتف العقيد عادل عبد الكافي المحلل العسكري والاستراتيجي. باسمكم جميعا نرحب بضيوفي الكرام، ودعونا نبدأ بالتطورات العسكرية التي شهدتها الأيام الماضية جبهات محاور القتال مع أستاذ سليمان بن صالح. الآن أكثر محور يتعرض للضغط العسكري من قبل ميليشيات حفتر المدة الماضية هو محور الخلاطات. لماذا تركز هذه العصابات على هذا المحور؟ و برأيك ما هي أسباب ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التحية لك أستاذ عبد الله، التحية لضيفيك الكريمين ولكل العاملين بقناتكم وكذلك لمشاهديكم الكرام. هو الحقيقة هذا الاستهداف المقصود لهذه المحاور يعني يريد أن يضعف هذا المحور بقدر الإمكان ليكون هو بوابة عبور له إلى داخل مدينة طرابلس. محور الخلة ربما يكون هو من أقرب المحاور إلى مدينة طرابلس، أو لعله يعتقد أنه هو من أسهل المحاور وأقرب طريق للوصول إلى مدينة أو وسط مدينة طرابلس. ولذلك في هذه الأيام والتي يعني تتفاعل فيها القضايا السياسية بشكل كبير جدا، خاصة بعد توقيع الاتفاقية
أو بعد مذكرة التفاهم المشترك بين تركيا وليبيا يدفع هذا المجرم بكل ما يملك من قوة، يعني حتى السلاح الجوي، يعني ما سمعنا بهذا من قبل في الحروب، يعني ثلاثة أنواع من الطائرات في مرة واحدة تشترك في الهجوم وفي القتال في وقت واحد، الطيران المسير ثم الطيران العمودي وثم الطيران المقاتل، وأيضا تشترك المدفعية والهاون والدبابات في هذا الهجوم. يعني والحقيقة يعني لولا وجود هذه التلة الصابرة وهؤلاء الشباب الحقيقة الذين آمنوا بقضيتهم والذين يعني قرروا أن يضحوا بما يملكوا ويجودوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن مدينة طرابلس لكانت الحالة ربما أسوأ من الذي هو عليه الوضع الآن. ولكن الحقيقة يعني شهدنا هذه الشلة أو هذه التلة الصابرة وهي يعني تضرب أروع الأمثال في المقاومة وفي الصبر وفي الشجاعة المنقطعة النذير والنظير، وتمكنت هذه القوة الصابرة من إفشال هذا الهجوم رغم أن السلاح الجوي التابع لحكومة الوفاق لم يكن له دورا في هذه المعركة، وللأسف الشديد كنا نتمنى أن يكون أيضا السلاح الجوي التابع لحكومة الوفاق مشتركا في هذه الحرب، على الأقل يعطي القليل من الدعم لهذه القوة. ولكن الحقيقة لا أدري ما هي الأسباب التي جعلت سلاحنا الجوي يتأخر أو يتغيب بالأصح عن هذه المعركة. في كل الأحوال هو يعني كل ما لديه الآن من قوة يدفع بها، وحتى أنه يعني كما قلت لك يدفع بكل أنواع الطائرات الموجودة لديه، الطيران العمودي والطيران المسير الإماراتي والطائرة التي تقلع من قاعدة الوطية الجوية والتي قذفت بالبراميل المتفجرة منزل هذا المواطن أو هذه المنازل المواطنين في السواني، وأدت إلى هذه النتائج المريعة الحقيقة بين قتلى وجرحى بين المواطنين. نعم. إجابة مختصرة على سؤالك، الحقيقة نعم. محور الخلة يريد إضعافه بقدر الإمكان، يكون هو تحديدا محور الخلاطات. سيد سليمان بن صالح نعم. محور الخلاطات نعم. طيب دكتور عقيد عادل عبد الكافي نعم. عقيد عادل عبد الكافي مرحبا بك. الآن ربما هذا السعار الذي يصيب عصابات حفتر هذه الأيام، وهل هم في سباق مع الزمن يريدون أن يحققوا إنجاز خشية من شيء قادم ربما نتيجة الاتفاقية التي وقعت مع تركيا أو ماذا؟ تحية طيبة لك دكتور وكذلك لضيوفك الكرام ومشاهدين قناة التناصح. خليفة حفتر يعمل على استراتيجية إطالة أمد المعركة، ليس فقط يعني نقول عملية اقتحام العاصمة وهي من أولوياته وعلى رأس القائمة، ولكنه فشل فيها من الناحية العسكرية، فانتقل إلى بانتو أو الخطة البديلة وهي إطالة أمد المعركة حتى يحدث أكبر استنزاف للقوة الموجودة، كذلك يثبت لداعميه الذين يعني نقول صرفوا عليهم وولوا يعني بدعم لا محدود، ولا زال هذا الدعم يتدفق إلى قاعدة جنينة ثم ينقل من الإمارات من الجسر الجوي الرابط ما بين الإمارات وما بين قاعدة جنينة، ثم ينقل هذا الدعم سواء كان ذخيرة أو معدات عسكرية أو طائرات مسيرة إلى قاعدة الجفرة، ثم يتم تحريكها باتجاه المنطقة الغربية. لازال يعمل على عملية إطالة أمد المعركة، يستخدم فيها جميع الأساليب حتى يثبت قوته العسكرية، كذلك الرهان الذي وضع عليه من قبل داعميه أن يستمر في هذا المشروع، منها إيجاد موطع قدم في المسارات السياسية، ومنها يعني نقول يعني يثبت وجوده العسكري أو القتالي في المنطقة الغربية، وإنه لم ينهزم وهي عمليات كر وفر، وهذا ما نشاهده حقيقة على إعلام الإقليم الدعم لعجوز الرجمة إن يتحدث عن عمليات كر وفر، وإن ليس لدى الطرفين أي قدرة على الحسم. على العكس أنا أقول من استمرار المعارك في جنوب طرابلس أو في المنطقة الغربية هي لمصلحة خليفة حفتر، ولذا
من مصلحة حكومة الوفاق أن تقضي على ما تبقى من هذه الميليشيات وأن تحسم المعركة في المنطقة الغربية، فعليها أن تجلب منظومة دفاع جوي حتى تحيد الطيران المسير أو الطيران العمودي أو المقاتل التابع لخليفة حفتر، وإن كانت بضع طائرات هي فقط، ولكن تشكل نقول شكل عام بأنها لازالت موجودة في أجواء المنطقة الغربية، وأيضا تؤثر على سير المعركة. وكذلك الأهم لدي هو أنها تشكل خطورة على المواطنين والآمنين، وهي من ضمن الأوتار التي يلعب عليها خليفة حفتر حتى يحدث حالة احتقان في صفوف المواطنين باستمرار استهدافهم وينتج عنه سخط عن هذه الحرب ويستطيع أن ينفذ أجندته التي دائما ما يلعب عليها، وهي تحريك الخلايا النائمة أو الطابور الخامس لديه مع عامل الوقت طبعا. فلذلك لابد حقيقة من دعم الجبهة أيضا بأسلحة نوعية حتى تستطيع أن تحسم قوات الجيش الليبي والقوة المساندة المعركة مع هذه الميليشيات. ونؤكد الرسالة التي قيلت على المنابر الدولية، منبر أمم متحدة من قبل رئيس المجلس الرئاسي وكذلك على البيانات المحلية، أن خليفة حفتر لم يعد شريك في العملية السياسية ولا العسكرية، والدليل على ذلك يعني نقول العمليات العسكرية المتقدمة التي تقوم بها قوات الجيش والقوة المساندة في كسر شوكة الهجوم الذي قام به خليفة حفتر منذ 4/4، ونحن نتحدث الآن عن ما يقارب عن 9 أشهر من المعارك. فلذلك هنالك عاملين رئيسيين، دعم القوات الجيش الليبي والقوى المساندة بأسلحة نوعية، توفير ضرورة توفير منظومة الدفاع جوي حتى تحيد الطيران، نعم. بالتوازي بقصف ونقوم بضربات انتقامية لقاعدتي الوطية والجفرة حتى نستطيع أن نقول استطعنا تحقيق الاستقرار النسبي للمنطقة الغربية، نعم. والتعامل في عقيد، نعم. عادل، نرجو أن تبقى معي عقيد عادل، ونلفت نظر الإخوة المشاهدين إلى هذا الاستفتاء الذي يظهر أمامكم على الشاشة بعد مجزرة السواني وأم الأرانب. هل صار قطع العلاقات مع الدول الداعمة لحفتر واجبا؟ الاستفتاء في حول هذا أو التصويت حول هذا الاستفتاء في على موقع boil.tanasuh.fi. دكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية، بعد اتفاق ليبيا أو توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا بخصوص اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية وكذلك التعاون الأمني، ما هي آثار هذه الاتفاقية؟ نعم، حتى نوضح للمشاهد، نعم. الكريم، بأن هناك العديد من البنود التي شملت مذكرتي اتفاق بين دولة ليبيا وبين تركيا، والمذكرة الأولى احتوت على 4 بنود رئيسية. البند الأول وهو الأهم في هذه المرحلة، وهي مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب هناك نوعين من الإرهاب، إرهاب يتمثل في تنظيم الدولة داعش، وأبلت ليبيا بلان حسن في مقاومتها في تنظيم داعش في سرت، وأيضا في ملحقة بعض الفلول التي توجهوا هنا وهناك في المنطقة الجنوب الليبي. هذه المسألة في الحقيقة يعني هناك تعاون ليبي دولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لعب الدور في هذا الجانب. هنا تريد الدولة التركية أن تقوم لها دور، أن تكون لها دور في هذه المرحلة، وخاصة أن تنظيم دولة أرهق العالم بأجمعه، ليس ليبيا فحسب بل أرهق حتى النظام التركي والدولة التركية. أيضا هناك نوع آخر من الإرهاب يتمثل في تنظيم الكرامة الإرهابي بزعامة خليفة حفتر. رأت تركيا أن ينبغي الوقوف جنبا إلى جنب إلى السلطات المعترف بها من خلال المجلس الرئاسي، وهنا بادرت ليبيا وتركيا سرعة التوقيع على هذه الاتفاقية حتى لنظر كيفية مساعدة ليبيا في القضاء على هذين النوعين من التنظيمين الإرهابيين المتمثل في تنظيم الدولة وتنظيم داعش. وربما تركيا عانت من كلا الأمرين باعتبار تنظيم داعش وكذلك ميليشيات الكردية، نعم، وأيضا تنظيم الكرامة الإرهابي، نعم. الذي أصبح كاهل أرق المجتمع الليبي بشكل خاص، وأيضا المجتمع الدولي أصبحت هناك تداعيات دولية على مستقبل
التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي على مستوى الدول العالم. بالتالي أصبحت تركيا الآن تنظر بعين ثاقبة على ما يجري في هذا البحر البند المتوسط. الأول مكافحة الإرهاب، البند الثاني وهي مكافحة الهجرة أو معالجة، بالأحرى معالجة مسألة الهجرة الغير الشرعية أو الغير النظامية، حيث أن ليبيا أصبحت مكان استقبال للمهاجرين سواء كان دول الجوار أو الدول الأفريقية. هذه المسألة في الحقيقة أرهقت ليبيا، أرهقت أيضا دول أوروبا بشكل عام، ورأينا الاتفاقيات التي أبرمت بين إيطاليا وبين ليبيا، إلا أنها كان هذا الاتفاق في الحقيقة مجحف في حق ليبيا، أن أصبحت ليبيا مأوى لاستقبال للمهاجرين. ولكن للأسف مدينة طرابلس وأهالي مدينة طرابلس بشقها الغربي، المنطقة الغربية بالكامل، احتضنوا هؤلاء واستقبلوهم ووفر لهم الغطاء، سواء كان الغطاء العاطفي أو الغطاء الأمني والغذائي. إلا أن تنظيم الكرامة الإرهابي بادر على قصف وقتل المهاجرين وهم لاجئين إليك، لاجئين للبحث عن الأمن والاستقرار. وهنا أصبح خرق واضح لمسألة المهاجرين في ليبيا، وهنا رأت إيطاليا لتعديل هذه الاتفاقية، وأصبح وصرح مؤخرا رئيس الحكومة الإيطالية بأن ينبغي على السلطات الليبية أن تعمل على مغادرة المهاجرين إلى ديارهم. البند الثالث وهو معالجة الجريمة بشقيها. الشق الأول الجريمة العادية المتعارف عليها في أي مجتمع إن كان، أما الجريمة الثانية وهي جريمة المنظمة. الجريمة المنظمة هنا استغل الاستخبارات أو استغلت الاستخبارات الإماراتية والمصرية السياسية ودحلان باستغلال واستخدام السجناء. كما تعلمون 2011 خرجوا من السجون الليبية حوالي 17,000 يعني مجرمين ومساجين، نصفهم من ليبيا ونصف الآخر أجانب، وهنا تم استخدامهم وشراء دمهم وأغرامهم بالمال لبث الفوضى والجريمة المنظمة وأيضا المسيرة من هذه الدول لبث الرعب والخوف لدى المجتمع الليبي. بدأوا في المنطقة الشرقية ثم انتقلوا إلى منطقة الجنوب وأنهوها بمشكلتنا في طرابلس. وعشنا يعني تلت سنتين ماضيتين في الحقيقة يعني رعب فعلا، السطو والحرابة والقتل والخطف وإلى آخره. كل هذه الأشياء التي لاحظتوها منذ 2000 منتصف 2013 إلى هذه اللحظة هي كانت مؤامرة فعلا خسيسة من هذه الدول لبث الرعب والخوف، وأيضا لتهيئة الرأي العام سواء كان المحلي أو الدولي بأن هناك منقذ. إذن هذه الاتفاقية تعالج كل هذه الأخطاء وتعزز الاستقرار الأمني في ليبيا بما فيه القضاء على تنظيم الكرامة. صحيح. والبند الرابع والأخير في المنطقة الأولى وهو شمل تطوير العمل الأمني والتدريبي، بمعنى كيف إن نوفر القدرات والإمكانيات والكوادر التركية لليبيا لتهيئة الجانب الأمني سواء كان قطاع الشرطة أو الاستخبارات والمعلومات والأمن الداخلي والخارجي بين قوسين، وأيضا الشق العسكري كيف تقوم بتزويدنا أو التحاق طلابنا للكليات العسكرية في دولة تركيا. وهنا في الحقيقة في 2013 تقريبا في عهد حكومة لم تخني الذاكرة عند حكومة علي زيدان خرجت العديد من الطلاب درسوا في الخارج وعادوا إلى ليبيا، لكن في الحقيقة كانت هناك تداعيات سريعة ومتلاحقة أفشلت هذا الموضوع. طيب نريد أيضا نتعرض لهذه الاتفاقية من جانب القانون الدولي، لكن دعني أعود إلى السيد سليمان بن صالح وأعيد أيضا التكرار ونلفت انتباه الإخوة المشاهدين لهذا استفتاء، وهو بعد مجزرة أسواني وأم الأرانب، هل صار قطع العلاقات مع الدول الداعمة لحفتر واجبا؟ نلفت هذا الانتباه إلى التصويت عبر موقع boil.tanasah.tv. سيد سليمان بن صالح، لو نعود إلى الشق العسكري، يعني هناك تساؤل عند كثير، لماذا عصابات حفتر تقوم دائما بالمبادرة وخاصة في الآونة الأخيرة وتشن الهجوم تلو الهجوم؟
يعني كيف ترى تأثير هذا الزخم في الهجمات على معنويات هذه العصابات وكذلك على معنويات بركان الغضب؟ هو لنكون واقعيين استاذ عبد الله، يعني الدعم المتواصل الذي تتلقاه عصابات حفتر في المنطقة الغربية طبعا هذا دعم مستمر من حيث الدعم بما يحتاجه من أسلحة وما يحتاجه من معدات عسكرية، هذا يعني باستمرار ترسل إليه الإمارات ومصر وكذلك ربما روسيا وأيضا أوكرانيا، وكل هو يستطيع أن يجمع ما يحتاجه من أسلحة ومن ذخائر ومن معدات عسكرية من هذه الدول طبعا برعاية إماراتية بالتأكيد يعني. ولذلك يعني هو لا ينقصه الدعم العسكري والدعم اللوجستي وأيضا الدعم المعنوي من هذه الدول، هو ما ينقصه الحقيقة هو العناصر خاصة العناصر الليبية، يعني الآن أصبح يعاني نقصا كبيرا وشديدا من هذه العناصر، ولذلك يعني لجأ لاستيراد عناصر من دول أخرى من روسيا وكذلك من السودان ومن تشاد ومن غيرها من الدول الأخرى، يدفع الأموال الطائلة لشركات المقامرة هذه وشركات التجنيد التي تستجلب هذه العناصر من هذه الدول ويدفع بهم إلى جبهات القتال. أقول لك وأعتقد أنني صادق فيما سأقول أن عمل ما حدث يوم أول أمس في السواني كانت معركة روسية يعني ضد الليبيين أو ضد قوات حكومة الوفاق، يعني 100% التخطيط روسي والتنفيذ روسي، الطيران العمودي الذي اشترك في هذه المعركة كلهم روس، وسواء كانوا الفنيين أو الذين يقودون في هذه في منطقة السعدية، منطقة السعدية كان الهجوم وليس منطقة السواني. نعم سيدي الكريم، أنا هذا ما قصدت فيه. نعم. المهم المعركة التي دارت في اليوم الأمس وليس اليوم، يعني الطائرات الإماراتية التي تجوب السماء يعني هذه ليس لحفتر، هي للإمارات. نعم. الطيران الذي يقلع من قاعدة الوطية الفنيين روس وقائد الطائرة أيضا روسي. نعم. الدخائر أيضا استجلبت من روسي، ولذلك هذه المعركة كان يقودها الروس. والحقيقة هؤلاء القوم يعني عهدناهم وجربناها في سوريا، يعني عندما يشتبهون في وجود عسكري في أي حي سكني يقومون بإرسال الطائرات الحديثة على أحد الطراز عندهم المزودة بأحدث القنابل وأكثرها يعني شدة وأكثرها تدميرا، ويدمرون يعني على اشتباه واحد قرية بكاملها ويقتلون المئات من المواطنين، وهذا ما يريدون أن يفعلوه أيضا في مدينة طرابلس، والدليل هو ما حدث لهذه العائلة يعني هو هذه الحي السكني. ولذلك يعني هم عند تواجدهم في الجنوب طرابلس لم يأتوا ليجلسوا أو لينتظروا هجوما يأتي إليهم أو تشنه قوات حكومة الوفاق، ولذلك هم في كل مرة يكررون هذا الهجوم من حين إلى آخر عندما يجدون أن الدعم وصلهم وأنهم باستطاعتهم أن يعني يحدثوا أي تقدم فإنهم لا يتأخرون في ذلك ولن يتوقفوا عن هذا. نعم. كما قلت لكم يعني ما أتوا إلى جنوب أو جنوب طرابلس ليتمركزوا في أماكن معينة وينتهي الأمر، هم يريدون أن يتقدموا، خاصة الآن يريدون أن يثبتوا للعالم كله ويثبتوا للدول الداعمة بأنهم ما زالوا القوة القادرة التي باستطاعتها أن تشن هجوم وراء هجوم وأن تتقدم ربما أو تتأخر. نعم. المهم أنها هي موجودة وقوة فاعلة وقوة ضاربة وتستطيع أن تشن هجومات متكررة على قوة حكومة الوفاق، يعني طلبا للدعم الدولي وأيضا لإثبات الوجود من أن حفتر وقواته أمر واقع في ليبيا ولن يحدث أي حل سياسي أو لن تحدث أي
يعني حل كما قلت لك سياسي إلا باشتراك هذه الكرامة أو ما يسمى بكرامة وزعيم هذه الكرامة هذا المجرم. وأيضا ربما يكون الحل السياسي مفروض من طرف هذا الزعيم أو زعيم هذه العصابة ليكون هو على رأس هذا الحل السياسي، وربما يكون هو أيضا ينال الهدف الذي يسعى إليه وهو الاستيلاء على السلطة في ليبيا. نعم، عقيد عادل عبد الكافي، الآن ربما المعارك التي دارت في منطقة الساعدية وقامت قوات بركان الغضب برد الصاع لهذه العصابات، وأيضا تقدمت في مواقع جديدة في مصنع الهريسة بالقرب من طويشة، يعني السؤال هل هذه المنطقة تشكل موقع استراتيجي بالنسبة لعصابات حفتر؟ بالتأكيد دكتور، هي تشكل طبعا نقطة هامة في على سير المعركة. طبعا لديه طبعا خطوط يريد أن يعني نقول يحدث فيها عملية التحام ما بين بعض المدن في المنطقة الغربية، كذلك هنالك لازال بعض الأنصار وأيضا كدعم يصل إلى ميليشياتي نظرا لصعوبة أو وجود صعوبة في وصول الدعم من باتجاه الجفرة شويرف إلى بني وليد إلى ترهونة، أصبحت هنالك صعوبة نظرا للرصد الدائم من قبل قوات الجيش والقوة المساندة. فلذلك هو طبعا يهمه هذه النقطة حتى يستطيع أن يدعم قواته أيضا من خلالها يقطع الطريق ما بين غريان وما بين طرابلس. ولكن نقول نحن يعني نحلل في سير المعركة، ولكن بجانب التحليل نحتاج إلى حلول كيفية التعامل. أنا أشرت إلى شيئين هامين، منظومة الدفاع الجوي والأسلحة النوعية. على المجلس الرئاسي، على حكومة الوفاق الوطني أن تسرع في جلب هذه المنظومة وكذلك الأسلحة النوعية حتى تدعم بها قواتها. أعلم أن الاتفاقية الليبية التركية بعد أن تدخل حيز التنفيذ ستحدث حقيقة تغييرات كبيرة جدا، ستكون جزء منها رادع على أي طيران أجنبي أو إقليمي يقوم بالدعم خليفة حفتر. ولكن أنا لدي إشكالية في المرتزقة في الطيران الذي يستخدمه عجوز الرجمة، سواء كانت الطائرات العمودية 135 التي دفع بها المنطقة الغربية. فهذا يشير في استخدام الطائرات العمودية يشير بمنتهى الوضوح من الناحية العسكرية أنه الرجل أصبح يعني لديه يعني مساحة من الحركة الجوية، كذلك مساحة من الحركة البرية. هذه مؤشر حقيقة أراه سلبي على سير العمليات العسكرية. نعم أعلم أن القدرات القتالية والإمكانيات العسكرية لقوات الجيش مصحوبة أيضا بالسلاح الجوي، لديها الإمكانيات العالية جدا، لديها الكثافة النيرانية. على العكس يعني هي تكبد ميليشيات الكرامة الخسائر في صعيد الأفراد وكذلك الأريات، ويتم استدراجهم أيضا في بعض المحاور وثم إيقاع الخسائر في صفوفهم ويترتب عليها هزيمة وانسحاب غير منظم، ويترتب على انسحاب غير منظم أيضا خسائر. ولكن أنا أريد أن أغير من المعادلة العسكرية، لأن لازال لدي آخر معاقل خليفة حفتر ترهونة، لابد من إسقاط هذا المعقل الأخير الذي تحتمي به هذه الميليشيات، لابد من الإطباق عليه بخطة عسكرية محكمة بعد التحام عملية التحام المحاور. نعم. تستطيع قوات الجيش الليبي والقوة المساندة الحقيقة السيطرة على هذه النقطة. دكتور عقيد عادل، البعض يرى بأن هذه حرب استنزاف وأن هذه الطريقة هي المجدية، فهي تقبل أو صد العدو دون الانخراط في تقدم ربما يؤدي إلى نتائج عكسية. دائما أقول عمليات الاستنزاف هي طبعا عمليات ناجحة، ولكن عامل الزمن مهم جدا، يعني هذا دائما ما أؤكد عليه وأقوله بمنتهى الوضوح. عامل الزمن في عمليات الاستنزاف مهم جدا، لأن ربما تخرج بعض يعني المسار عن يدي. لماذا؟ لأن أنا لدي إشكالية كبرى، خط إمداد ومجال جوي مفتوح ما بين الإمارات وما بين بنينة.
الأسلحة المرتزقة. نحن يعني في السابق لم يكن هنالك مرتزقة روس، لم يكن هنالك منظومات دفاع جوي يتم الدفع بها للمنطقة الغربية، إلا اللهم واحدة تم الدفع بها باتجاه غريان وتم استهدافها من قبل السلاح الجوي الليبي. لذلك أنا لا أريد أن أعطيه مساحة من الوقت حتى يستطيع أن يسرب إلى المنطقة الغربية المزيد من المرتزقة، المزيد من الأسلحة الفتاكة، المزيد من العناصر المجندة سواء كانت سودانية أو روسية، أو حتى الدفع من أبناء المنطقة الشرقية والجنوبية. فلذلك عامل الاستنزاف، نعم أعمل أعلم جيدا أن عملية الاستنزاف هي عملية مهمة جدا وأتت حقيقة بنتائج مبهرة جدا على سير المعركة، أحدثت خسائر كبيرة سواء كان بإسقاطهم أسرى أو بقتل هذه الضباع التابعة لعملية الكرامة أو تكبيدهم خسائر في الآليات، حقيقة حققت نتائج كبيرة. ولكن أيضا أنا لدي ما زالت آخر النقاط التابعة لخليفة حفتر والمعقل الرئيس الذي سبق أن شون فيه أو خزن فيه مجموعة من الأسلحة والذخيرة، ولازالت تستخدمها هذه الميليشيات. كذلك هنالك وقود الذي يحرك الآليات التابعة لعملية الكرامة. أنا أريد أن يعني أجفف منبع الإرهاب لهذه الضباع. طيب نرجع أن تبقى معي عقيد عادل، أعود إليك دكتور إلياس. ربما لو نعود إلى اتفاقية التركية الليبية حول، ربما هناك جدل حول موافقتها للقانون الدولي، ربما هناك كثير الآن ردود أفعال يعني تكاد تكون هستيرية من قبل مصر والإمارات، والآن دخل على الخط أيضا اليونان، فهناك محاولات للطعن في هذه الاتفاقية ومدى موافقتها للقانون الدولي. نعم، هنا يقودنا إلى المذكرة الثانية. نعم. التي احتوت على تحديد المجال البحري لكلا الدولتين أو كلا البلدين سواء كانت تركيا أو ليبيا، وهنا تم هذا الاتفاق على استغلال الموارد البحرية الموجودة في هذه المنطقة سواء كانت صيد الأسماك وصيد كل المعادن الموجودة في هذه المنطقة أو عملية تنقيب سواء كان نفط أو غاز. كما نعلم أن هناك إذا لم تخني الذاكرة 3 تريليون لتر مكعب غاز موجود في هذه المنطقة. بالتالي أصبح هنا لعاب الدول الأخرى تسيل نحو هذه الاتفاقية، وأصبحت هناك ردود أفعال في الحقيقة أصبحت مشينة ومضحكة في نفس الوقت، حتى أصبحنا يعني بعض الدول حتى ما يسمى بحكومة المؤقتة تقول أن هذه غير رسمية وغير غير جائزة. يعني الاتفاقيات في العادة تبرم بين حكومة وحكومة وبعد ذلك يتم التصديق عليها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان أو مجلس النواب. هنا أيضا الشق القانوني كما ذكرت، الشق القانوني الدولي، كل الاتفاقيات التي تبرم بين الدول سواء كان هذه الاتفاقيات أبرمت من قبل حكومات، هذه الحكومة تمثل الدولة وهي رأس السلطة في الدولة، إذا أصبحت هناك هذه الاتفاقية معترف بها بشيء طبيعي. وأيضا نص هذه الاتفاقية سترفق إلى المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة وأيضا إلى المنظمات الإقليمية سواء كانت الاتحاد الأفريقي أو الأوروبي أو ما يسمى بالجامعة العربية، سيتم إعلامها في حينه. هذه الاتفاقية أعطت الآن الوجه الآخر للدول التي ظهرت على السطح وخاصة اليونان. اليونان كما نعلم أن هناك خلفية تاريخية ما بين تركيا وبين اليونان. نعم. هناك احتلال وهناك استعمار وهناك عداوة كانت في السابق. أيضا التحرك الإماراتي والمصري وبدأوا الاتصال بدولة اليونان بحيث اللي جسبهم في هذه الإشكالية، وخاصة أن ليبيا أصبحت قضية أممية قضية دولية ويريدون إدخال اليونان في هذه اللعبة. وهنا أنصح سواء كانت السياسة الخارجية الليبية وأيضا السياسة الخارجية الأولى السياسة الخارجية اليونانية أن تتعامل مع هذه الاتفاقية بمعاملة الحادق وأيضا الممعن وعندها بعد نظر، ينبغي عليها الاتصال بالحكومة الليبية وأيضا الاتصال بدولة اليونان بدولة تركيا للاستفادة ماذا؟ الاستفادة من هذه الاتفاقية. نعلم الآن
هناك كانت المجال البحري مفتوح لهذه الدول، كان هناك السفن تلعب هنا وهناك في البحر الأبيض المتوسط، انزعاج كبير في اليونان. نعم. وربما الآن تحذير حتى صحيح. بطرد السفير الليبي يعني، وشفنا رفع السقف الى نعم. الى اولا ابلاغ حلف الناتو والاتحاد نعم. الاوروبي، وايضا نعم. الى وصولهم الى طرد السفير الليبي نعم. من هناك. نحن لسنا اعداء لدوله اليونان، تربطنا بهم علاقات كانت قوية في السابق، هناك علاقات ثقافية، هناك طلاب يدرسون. أنت تدعو إلى عدم التصعيد مع دولة اليونان؟ لأن ليس في صالح اليونان. نعم. ليس التصعيد ليس في صالح أول لصالح اليونان. نعم. اليونان تمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا، حوالي الآن 10 سنوات عقد من الزمان. نعم. المجتمع اليوناني والحكومة اليونانية تعاني. ايضا المحيط الاقليمي لدوله اليونان تعاني من قبرص التركيه وتركيا، وايضا هناك عدم استقرار من الناحيه الامنيه. ينبغي على ان السياسه الخارجيه او النظام السياسي اليونان ان يعيد ترتيب اولوياته، وبالتالي يتجه نحو التعامل او كيفيه طيب التعامل والاستفاده من هذه الاتفاقيه. لو انتقلنا الى ان هناك ايضا انزعاج من الكيان الصهيوني وتصريح الحويج وزير ما يسمى نعم بحكومة نعم حكومة الثني، يقول قناة إسرائيلية يقول بأن نحن مستعدون للتطبيع مع إسرائيل، هذه نعم في هذا الوقت الآن مثل هذا التصريح يعني هذا يدل أن ليس هناك سياسة رشيدة في المنطقة الشرقية، وللأسف هناك تخبط واضح، سواء كان تخبط من الناحية العسكرية كما يدعون أن هناك جيش وهناك قوات وهناك قيادة عامة، وشفنا التخبط الأمني الآن الحاصل في المنطقة الشرقية، وهناك أيضا حرمان أبسط حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية الآن يعاني المجتمع أو أهلنا في المنطقة الشرقية، ووصولا إلى تدني مستوى الأداء. يعني هل حل الأزمة الليبية تحل بهذه الطريقة حتى تعلن بأن نحن على أهم استعداد أو نستعد بتطبيع مع الكيان الصهيوني؟ هذا تعتبر في الحقيقة ورقة يريد بها رميها قد تصدف يعني. نعم. وهنا مخاطبة وضغط ما شاع الولايات المتحدة الأمريكية، يعلمون نعم. جيدا إن ترامب والولايات المتحدة الأمريكية هي في الحقيقة تحت ما يعرف باللوبي الصهيوني الموجود داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في الحقيقة هنا تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية وأيضا في الكونغرس الأمريكي، وأصبح هناك ضغط على الإدارة الأمريكية أو الضغط على شخص ترامب بحد ذاته بأن هناك ينبغي على سياسة ترامب ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية كأقوى دولة في العالم أن يعيد كيفية التعامل مع الأزمات ومع القضايا الدولية. وهنا أصبح إلى حد ما أصبح يعي هذه الإشكالية، أن كان هناك تخبط في الحقيقة نعم. في سياسة ترامب، وفي نفس الوقت هناك انزعاج أو بمعنى هناك مصير الآن لرئيس ترامب لمساعدته ونزع وعزله في هذه الإشكالية. يريدون الآن ما يعرف بالحكومة الوفاق في المنطقة الشرقية أنهم يحاولون كسب أي ورقة تعيدهم للمربع الأول، وهذه تعتبر الآن هذه المذكرة. أنت تقصد أن حكومة ما يسمى حكومة الثني نعم هي التي نعم تحاول مؤقتة نعم نعم, تحاول نعم ما يعرف بالحكومة المؤقتة نعم أو نعم ما يسمى بحكومة الثني نعم. هذه التحركات في الحقيقة تعي جيدا أن هناك أزمة حقيقية، سواء كان أزمة إخلاقية أولا وأزمة سياسية الآن في ليبيا. وللأسف ينبغي الآن إذا كانت هناك فعلا رؤية لإنقاذ ليبيا الآن منذ يعني 2013 أو منتصف 2013 تعرض إلى انتهاكات في السيادة، تتعرض إلى لكن يبقى أن ربما الآن الفرصة مواتية أكثر لحكومة الوفاق أن تقتنص تستثمر هذه الاتفاقية لصالح صد العدوان. دعني أعود إلى سيد سليمان بن صالح. سيد سليمان بن صالح، ربما لو نتحدث عن الحقيقة عدة مجازر ليست مجزرة واحدة ضد المدنيين في سواني ومجزرة أم الأرانب، وهي ليست استثناء، ولكن كيف تابعت ردود الأفعال؟ ربما لم نرى أي تنديد واستنكار ومن قبل
غسان سلامة وردود الفعل بدت باهتة أمام هذه الجرائم. سيدي الكريم، يعني هذا السكوت مؤشر على أنهم يعطونه الإذن بارتكاب هذه المجازر، وإلا يعني لماذا يعني ينقلب العالم أعلى على رأس على عقب عندما يقتل أحد برصاص أو ربما حتى تنفجر قنبلة في شارع من شوارع باريس أو شارع من شوارع حتى مالطا وليس من الدول الكبرى، ولكن ما يحدث في ليبيا يعني لا يهتز له لا غسان سلامة ولا الذي يشعر بالقلق تجاه المشاكل التي تحدث في الدول العالم، وأقصد به الأمين المنظمة الدولية أمين الأمم المتحدة. يعني وهذه المجازر التي ترتكب من قبل يعني هذا المجرم الحقيقة يعني ترتكب على عين ومسمع على مرأة ومسمع من العالم كله، الولايات المتحدة التي تدعي رعايتها لحقوق الإنسان ومحاربة الظلم، وكذلك أوروبا التي يعني تقول عن نفسها أنها هي صانعة الديمقراطيات في العالم وهي التي يعني تؤيد وتناصر حقوق الإنسان وتحاول بقدر الإمكان أن تمنع أن يقع الظلم على أي فئة من الفئات أو على أي مجتمع من المجتمعات، لكن عندما يتعلق الأمر بالليبيين الكل يسكتون، وكأن هؤلاء الليبيين يعني هؤلاء الليبيون ليسوا ببشر ودماؤهم ليست بدماء، ولكن الحقيقة العيب ليس في هؤلاء، العيب في هؤلاء الذين يدعون أنهم ليبيون ويقومون بهذه الأفعال الإجرامية. يعني هذا المعتوه يرسل بطائراته إلى مرزق ليقتل الناس هناك، ثم يرسلها إلى مصراتة ويرسلها إلى الزاوية ثم إلى جنزور وإلى طرابلس وإلى سرت، بالأمس يعني يقصف أو تقصف طائراته مصنعا للأعلاف ليست له علاقة بالحرب ولا بالعسكرية على الإطلاق، وإنما هو مصنع يعمل ويعني تعتاش منه عدة عائلات. يعني هذا الرجل ينتهج كما يعني من هو على شاكلته مجرم سوريا بشار الأسد الذي يتبع سياسة الأرض المحروقة في سبيل أن يظل هو على كرسي السلطة، أخذ منه هذه الفكرة وبدأ يطبقها حرفيا على ليبيا، خصوصا بعد أن استعان بالروس الذين الحقيقة لا أخلاق لهم ولا دين يعني يردعهم ولا عندهم نوع من الإنسانية. الرئيس الروسي أو الرئيس الاتحاد السوفيتي ستالين من أجل أن يوطد حكمه يعني ضحى بخمسة ملايين روسي في سنوات قليلة، فهؤلاء يعني لا تهمهم الدماء بل ينتشون عندما يرون الدماء تسيل ويرون الدمار. ما يفعله الروس في سوريا في حلب وفي حمص وفي إدلب يعني أريد أن يكرروا هذه العملية أيضا في طرابلس كما فعلوا أيضا في بنغازي. ولذلك سيدي الكريم يعني قوتنا هي التي تمنع هذا يعني التجرؤ أو الاجتراء الغريب من هذه الدول وهذا السكوت المهين والمشين منهم على ما يحدث في ليبيا. يجب أن نتقوى الحقيقة وأن نبذل كل ما في وسعنا من أجل أن تكون قوتنا هي الرادع لهؤلاء من أن يتم ارتكاب المزيد من الجرائم ضد أهلنا وضد مدننا وقرانا ومنشآتنا الاقتصادية. عقيد عادل عبد الكافي، ما دلالات استهداف مجرم الحرب حفتر لهذه المواقع المدنية، إما بيوت سكان مدني آمنين أو أن مثل قصف أيضا حتى أم الأرانب ومقتل أكثر من أو قتل فيها 10 أطفال، يعني مثل هذه الجرائم التي يقوم بها حفتر ما دلالاتها وما تأثيرها في المعركة؟ بالتأكيد من أهم دلالاتها هي خلق حالة من الاحتقان في صفوف المدنيين، كذلك نقول خلق حالة من السخط على الحكومة
إظهار أن قوات الجيش الليبي التي تحمي طرابلس من عملية اقتحامها من قبل ضباع الكرامة استطاعت هذه الميليشيات التابعة للعجوز الرجمة أن تحدث خرق في صفوفها بأن تتقدم وتستهدف المواقع المدنية. أيضا هو مؤشر من الناحية العسكرية عن عجز ميليشياته على إحداث أي انتصار عسكري أو حتى الاحتفاظ بأي مواقع متقدمة باتجاه العاصمة، فقدانهم لمراكزهم يحاول أن يظهر ذراعي طول الطائرات. ولكن دعنا نتفق بداية أن خليفة حفتر يعمل على استراتيجية الحرب القذرة ديرتي وور، هذه التي يعد فيها سقوط المدنيين خسائر جانبية. أيضا سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها في بنغازي وفي درنا والآن ينتهجها في المنطقة الغربية باتجاه العاصمة، هو يلعب على مثلما أشرت في بداية حديثي يلعب على بلان 2 الآن، هو في طالة أمد المعركة إحداث استنزاف في صفوف المدنيين في ظل عجز ميليشياته على التقدم على الأرض وفي ظل عجز حتى طيراني في استهداف قوات الجيش، يلجأ إلى البراميل المتفجرة، تلجأ ضباع الكرامة إلى زرع الألغام الأرضية بعد أن تنسحب من مواقعها. أساليب تنظيم الدولة على الأراضي الليبية سابقا عندما واجهتهم قوة بنيان مرصوص في سرت كانت تستخدم نفس الأساليب، لذلك هذا النهج الإرهابي الذي يستخدمه خليفة حفتر من هدف منه هو إطالة أمد المعركة بجميع الأساليب، سواء كان مثل ما أشرت من خلال الدفع بالطائرة عمودية 135 وإرقاء البراميل المتفجرة أو القنابل العنقودية أو يعني كل الأساليب التي يعني تستخدم في الحروب القذرة هو يستخدمها، استهداف المدنيين، محاولة شل حركة الملاحة الجوية على المطارات المنطقة الغربية، استهداف مطار معيتيقا وزوارة ومصراتة لإظهار سيطرته الجوية، وأيضا مثلما أشرت خلق حالة من الاحتقان في الصفوف المدنيين، عزل المنطقة الغربية والعاصمة عن محيطها. فلذلك هي تحقق عدة أهداف هذه العمليات القذرة أو الأساليب القذرة التي يقودها خليفة حفتر. لذلك من يعني نقول من أبجديات التعامل مع القذر وعملياته القذرة هي ضرب العمق لديه، لابد من التعامل مع العمق ونقل المعركة بالكامل إلى وكر الإرهاب في الرجمة وأيضا بعض المواقع في وكر الإرهاب المرج ما تطلق عليها المرج. هذه حقيقة في مرحلة ما أو في خطوات ستأتي سيتم التعامل مع هذه الأهداف إن ظل عجوز الرجمة مختبئ في ذلك الوقت، لأن هذا سيخلق له حالة احتقان في صفوف أنصاري، سيضعف جبهته في المنطقة الشرقية، سيحدث خلل كبير حتى في صفوف مناصريه الإقليميين، سيظهر مدى ضعفي أن قوات الجيش وقوة مساندة استطاعت الوصول إلى العمق وتوجيه ضربات مؤلمة لي، التعامل بضربات انتقامية مع قاعدة الجفرة والوطية تحييد مهبط رسلانوف. واضح عقيدة عادل عبد كافي. أختم معك دكتور الياس، الآن اليونان لمجرد توقيع مذكرة تفاهم مع بين تركيا وليبيا تهدد بطرد السفير الليبي وربما نفذت هذا التهديد، وماذا تنتظر حكومة الوفاق لقطع هذه العلاقات مع دول تشن حرب شعواء على ليبيا؟ بطبيعة الحال هناك ما يعرف القانون الدبلوماسي المعبر بالمثل، وخاصة نحن الآن يعني منذ 2011 لم نسمع صوت لدولة اليونان في ما يجري في ليبيا لا مع ولا ضد، وفي نفس الوقت حتى ما الاستثمارات وأيضا الاتصالات وبرامج التعاقد مع هذه الدولة لا توجد بطبيعة الحال. وهنا هذا تعتبر النهج الذي انتهجته اليونان يعتبر خاطئة وخطأ ارتكبتها في حق تاريخ السياسة الخارجية اليونانية. وهنا بطبيعة الحال ينبغي على المجلس الرئاسي أن يكون ردا بالمثل وطرده من ليبيا، هذه بطبيعة الحال هذا شيء متعارف عليه دوليا. ولكن بالمقابل نحن لا نريد أن نقاطع الجميع أو نقاطع هكذا، يعني نحن عندنا مبادئ، عندنا أسس، عندنا طموحات نسعى إلى تحقيقها بعد 2011، نسعى أن ليبيا أن تكون بالجميع وللجميع وفي نفسها تخلق جو من التعاون الإقليمي والدولي والثنائي والجماعي لتحقيق مصالحنا
ومصالح هذه الدول وهذه الكوكبة من الدول العالم، وهذه المنظومة لا تستطيع أن تعيش لوحدها إلا في ظل تحالفات اقتصادية أمنية عسكرية. ينبغي على هذه الدول من بينها اليونان أن تعي هذه. لكن فيما يخص الآن الإمارات ومصر والسعودية الذين يقومون، وفرنسا أيضا تقوم بتمويل هذه الحرب. نعم، وللأسف يعني يعني جعلت السياسة الخارجية المصرية والإماراتية، وهنا أريد أن أوضح رسالة هامة، الوزارة السياسة الخارجية المصرية حكيمة في الحقيقة، يعني عندها كوادر، عندها كوادر، الوقت لكن نعم، عندها كوادر قوية جدا، ولها صيت ولها باع، ولكن للأسف النظام الحكم في دولة الإمارات أعمى بصيرة الجميع، وأصبحت أصبحت الآن دولة الإمارات مكان الرعب العالمي، وينبغي الوقوف ضدها وبحزم. طيب، نشكرك دكتور إلياس البروم، أستاذ العلاقات الدولية، كما نشكر أيضا العقيد عادل عبد الكافي المحلل الاستراتيجي والعسكري، وأيضا نشكر السيد سليمان بن صالح المحلل العسكري والأمني. نشكركم شكرا جزيلا، وننوه على نتيجة الاستفتاء إلى هذه اللحظة حول هل بعد مزرة السواني وأم الأرانب هل صار قطع العلاقات مع الدول الداعمة لحفتر واجبا؟ أجاب بنعم تقريبا 63، وبلا حوالي 36 نتيجة هذا التصويت. نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.